بعد إقفال قصري أحدث جمودا غير مسبوق في الأسواق، عادت الحركة تدريجيا إلى أسواق شارع الحمرة في بيروت. فرغم الضائقة الاقتصادية التي أثرت سلبا على القدرة الشرائية وانتشار وباء كورونا الذي فرض قيودا على حركة المواطنين، اصطحبت أمهات أطفالهن إلى المتاجر لاختيار ثياب العيد. هلأ في أقلية من الناس عم تشتري شوي، بس بشكل عام الأوضاع الاقتصادية الآتية كمان حتكون صعبة كتير. هلأ يمكن يومين ثلاثة جمعة أعياد، الناس بعض أحيان مضطرة تشتري لأولادها. والله الوضع كتير كتير سيء، يعني لحنا كنا نشتري لأولادنا قطعتين ثلاثة، هلأ ما قدرانين نشتري لهم قطعة. ليحس الولد بالعيد بدك الأهل يكونوا مرتاحين ليحسسوا، طالما الأهل ما مرتاحين وما حاسين بعيد فالولد ما حيحس إنه في عيد. الولد العيد عنده تياب وعيدية وظهرات، بدهم يحسسوهم ما يخلون يشعروا بالفرق بطريقة سيفتي. إقبال كبير على متاجر الحلويات العربية التي قامت بعروض خاصة لمناسبة العيد لتحفيز المواطنين، لكن الظروف المعيشية الصعبة دفعت بالكثيرين إلى اتخاذ خيارات مختلفة هذا العام. يعني اللي كان يشتري مثلا دزينتين فستق على الغلا الفستق مثلا صار ياخذ دزينة، بطل ياخذ دزينتين، وفي عالم ما قادرة كمان تاخذ فستق، تاخذ الجوز بيجي اقل سعرا من الفستق، يعني لانه الوضع الاقتصادي والمواد الاولية كتير كتير غالية، بقى العالم بدها تعيد تاخذ شيء اقل من العام الماضي. يعني من العادات ما بيتغير شيء، بس تتغير على الشعب انه أول شيء المادية دبحته ودبح، هذا أول نقطة هيدي اللي بحكيها. حالات الفقر صارت كتيرة بالبلد. يأتي العيد في ظل التعبئة العامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ووسط أزمة مالية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على كل جوانب حياة المواطنين المتمسكين بخيط رفيع من الأمل لتجاوز هذه المرحلة الأصعب في تاريخ لبنان الحديث. مهما ساءت الأوضاع المعيشية وتبدلت أحوال الناس وتغيرت العادات والتقاليد بسبب انتشار وباء كورونا، تبقى بهجة العيد حاضرة في كل منزل محصنة بالأمل بغد أفضل. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، بيروت.